النهاردة أعلن رئيس الوزراء المصري خطة إجراءات المرحلة القادمة اللي قسمها على ثلاث مراحل زي ما قلنا لكم بالأمس. مرحلة من الأحد القادم إلى الجمعة 29 مايو تتضمن شبه إغلاق كامل وحظر تجوال من الخامسة مساء، دي مرحلة العيد وما بعد العيد بأيام قليلة. مرحلة ثانية لمدة أسبوعين بحظر تجوال في الثامنة مساء، ومرحلة ثالثة هي الأخف بتبدأ من منتصف يونيو وتدرس فيها الدولة عودة دور العبادة وفتح المطاعم والنوادي الرياضية باحترازات دقيقة. الخطة تقوم على فكرة التعايش، التعايش مع الفيروس ولكن بإجراءات، وده طبعا حرصا على المواطن وعلى الاقتصاد معا. المهم بقى ما نشوفش ازدحام وتكدس في الكذا يوم اللي قبل العيد، يعني المرحلة الأولى تبدأ من يوم الحد، قبلها يا ترى هنشوف ايه؟ هنشوف تكدس، هنشوف زحام؟ ده اللي نتمنى ألا نراه، لأن هندفع ثمنه بعد كده.